نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية رسالة شفهية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة. تضمنت تحيات جلالته وحرصه على دعم ومساندة جمهورية السودان وشعبها الشقيق في هذه المرحلة التاريخية الهامة. كما نقل معالي وزير الخارجية تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد. جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بجمهورية السودان اليوم لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حيث أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن عن خالص تقديره لعاهل البلاد المفدى حفظه الله وموقف جلالته الأخوي الداعم لجمهورية السودان في كل ظروف، مؤكدا أن هذا الموقف ليس بغريب على جلالته الذي يحرص دوما على كل ما فيه خير وصالح الدول والشعوب العربية. وقد عبر معالي وزير الخارجية على اعتزازه لمملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الراسخة مع جمهورية السودان الشقيقة وحرصها المستمر على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يدعم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية السودان الشقيقة ودعمها لكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها ووحدتها الوطنية، متمنيا لجمهورية السودان تجاوز هذه المرحلة المهمة من تاريخها والمضي نحو المزيد من التنمية والازدهار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق. وأشاد معالي وزير الخارجية بالدور الكبير الذي تقوم به جمهورية السودان ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل استتباب الأمن والسلم في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، منوها ببسالة الجيش السوداني وأدائها لكافة المهام المنوطة به بكل كفاءة وشجاعة. هذا وقد أدلى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بتصريح حول زيارته لجمهورية السودان الشقيقة ولقائه مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم بنقل رسالة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة السيد عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكانت رسالة أخوية، رسالة تضامن، رسالة دعم مع أشقائنا هنا في السودان، مع القيادة السودانية المتمثلة في فخامة رئيس المجلس، وشكر مملكة البحرين على كل ما قام به السودان ويقوم به السودان تجاه بلدنا مملكة البحرين وتجاه جميع الدول العربية. السودان أياديه بيضاء على الجميع. السودان قام بالمساهمة في بناء نهضة جميع البلدان العربية اللي حوله وبالأخص بلداننا وبالأخص مملكة البحرين. فإن وقفنا هذا الموقف الآن مع السودان وقيادة السودان فهو شيء بسيط من رد الجميل الكبير الذي أتانا ويأتينا دائما من السودان الشقيق. البحرين تثمن عاليا، جلالة الملك أيضا في رسالته ثمن عاليا موقف السودان في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والشهداء الذين قدمهم السودان والموقف الصلب الشجاع الذي يقوم به الشعب السوداني دائما في هذا الشأن. ومثل ما يقف السودان معنا نقف معه، ونتطلع أن لما المجلس العسكري الانتقالي بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أنه حسب ما سمعت منه هو سيتعهد وسيتكفل بوضع الأسس الصحيحة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني اللي عبر بها في الفترة الأخيرة، وهذا شيء حقيقة هو المعروف عن السودان. السودانيين دائما عندهم الحكمة في أدق المواقف ويتعاملون دائما بكل حكمة في هذه الشؤون، ونحن واثقون من ذلك. والبحرين مملكة البحرين ستقف مع السودان قلبا وقالبا في كل موجب، ونتطلع إلى تطوير علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في كل مجال.
سفارة مملكة البحرين الآن موجودة في الخرطوم، وسيكون لها افتتاح رسمي إن شاء الله، نتشرف في الحضور فيه هنا في الخرطوم. أشكركم شكرا جزيلا، وما سمعت من فخامة رئيس المجلس إلا كل الكلام اللي الواحد يتوقع يسمعه من السودان، كلام الأخوي، كلام الدعم، كلام الالتزام، وكلام الانتباه والمواصلة والجلد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.